ألا يا فكرتي ودي وهاتي بعد هذا البال. يقول الخالدي من هيط تفكاره وتعبيره، ولا يسامع القصة ولا ينفسر الأمثال، ترى القصة هدفها رمز واحد كل تفسيره. ولا يا ليت ما في خاطري وضحن قاي قال، وحط النقطة اللي حرفها ما فيه تدويره، لكن برمز هالمجهول ما يبلش به الحلال، حيث ان الواقع الحاصل على باله وتصويره. حمد عجران ما غيره طرالي يرسل المرسال، وانا ما اقول فيه خلاف في ناس بعد غيره، كشفت احساسي احساسه توافق والرجال رجاله، لا يا فرحتي والعيد ثالث في تبشيره. وابو عجران لا عده وهل الموقف هل الافعال، يفوح المسك والكادي ولا يطيب هسيره، فقدم له قدوع ودله الرسلان والفنجان، مثل هذه بعرفه ما يدونها على الحيره. وانا مهمني زيف الشموخ ولا كثير المال، وانا مهمني غيري على شك وعلى غيره، انا دعواي ممشاها دروب كل ابوها طوال، وفيها سكه تكشف على الطرق مشاويره، وانا وان قلت هالعمي علي يزعلك يدخال، وعظم منكسر زود الكسر من كثر تجبيره، زمان انحط في كفي حمول كل ابوها ثقال، وبين لي خفاه وبان لي عسره وتيسيره، ولليت الزمن ينطق ويحكم قيمه الرجال، ويعطي كل واحد بالزمن حقه وتقديره، وتعرف قيمة العاقل وتعرف قيمة الجهال، ويعرف من يمد الطيب يعرف ناف خنكيره، ويعرف من ركب سرج الكحيله باللقى خيال، ويعرف من يرد القوم يعرف راعي النيره، ويعرف من خذ الشيخه على ساس وعلى منوال، ويعرف من خذ الشيخه بصفقه من دنانيره، علشان ان بعض الناس يدري ما يساوي ريال بضاعة من شراها ما ربح فيها مخاسيره، بعد بعض البشر يدري بوصفه كنها التمثال، وقدره لو يطول الوقت في أسفل كناديره، مذم الناس مير العلم له مخرج وله مدخال، حقيقة والكلام الصدق ما يحتاج تزويره، أشوف بعيني وقلبي دليلي ما ذكرت همال، زمان مبان فيها الشر واضح وانقرب خيره، يحسبون المراجل بالشماغ ومسكة الجوال، يحسبون المراجل بالشماغ ومسكة الجوال، وانا عارف مداهم والزمن تقطع مناشيره، احاول مره ومره وعي الهم لا ينزال، على قلبي تمركز يا حمد عسكر طوى ذيره، ولا يا مسندي عجل ولحن جرة الموال، ترى طر الهدد لصاد تفخر به صقيقيره، ومن صام رمضان وصام 6 من شهر شوال عن صيام الدهر تكفيه مع ركعة وتكبيره.